مساي كفام الإذاعة الأولى في تونس. دقيقة حظ. صباح الفل وبداية أسبوع موفقة لكم الكل. صباح النشاط والطاقة الإيجابية. جمعة الأحداث المهمة والمثمرة لبرج الحمل والظروف الفلكية تتحول المهرجان من الحظوظ أسبوع ممتاز إن شاء الله يا ربي تستفيد منه. حتى الثور راهي السماء صافية والعصافير تزقزق وانطلاقة الأسبوع كلها نشاط وحماسة والأجواء الرومانسية راهي في تحسن والأيامات الجاية توعدك بحب كبير. وأيامات الحظ من نصيب برج الجوزاء فما برشة تأثيرات جيدة تخليك تكمل كل أمورك المهنية اللي صعبت عليك أيامات تعديت. وقاية الانطلاقة يا جوزي فما تقدم وقرارات مهمة ترى النور على قريب. والقمل راه هو ينتقل لبرج السرطان المائي وهكا نجم نقوله فما تحقيق توازن بين الخدمة والدار. تعيش الفرحة تعيش زيادة عدة انفراجات مالية وشخصية. زيد القمر راه في مكانه الطبيعي والدار دارو. لكن برج الأسد ما نحبكش تستعجل الأمور. أنت مطالب بالخدمة وبرشة ثقيل تحقيق أهدافك. العذراء تتطور علاقاته وانت قادر زيد على إنجاز كل المطلوب منك. نهاير اليوم إيجابي على كافة الأصعدة. ونصيحتنا للميزان أمان يا ميزان ما تستعجلش الأمور وما تذمرش من حالة الركود. شوية وقت وتتحل أبواب الخير. والعقرب راهي تتغير الظروف فما تنقلات فما سفرة فما انفراجات وداخل على مرحلة مهنية جديدة. أنت مش ملاحظة أنك أنت بتنطي مراحل لسه بدري عليها شوية؟ ليه علي وقت تغير عندك الظروف المهنية وقت تفرج على الصعيد المالي ش عندي نقول كان الحمد لله. والقوس تتحسن وضعيته العاطفية. سوء تفاهم صغير مع الحبيب لكن راهو كل شيء يتصلح وترجعك الضحكة العزيزة. والجدي زاد عنده تطورات تتخطى بعض العقبات تتألق في بعض المجالات ولقاء وحب جديد في الأفق. نتعدى ولدلو بداية أسبوع ممتازة بالأخبار اللي ترد الروح للروح. تستنى فيك أيامات كلها خير. 2020 و 2021 كلهم خير عليك. ونختم مع الحوت أجواء عاطفية ممتازة مع انتقال كوكب الحب اللي هو كوكب الزهرة لبرجك. أيامات الخير في الطريق وفما برشة زيادة موجات إيجابية.